الرجل الأخضر أو شمشون العصر، تزوج 28 مرة وأنجب 35 ابنا وابنة، أكبرهم سماح 24 سنة وأصغرهم سيد 3 سنوات. أثبتت التحاليل الطبية أن قوته تعادل 260 حصانا. يستطيع فني العملة المعدنية بجفون عينيه أو بلسانه ثم يقطعها بيديه. سيد محمد أحمد عبد الله الرجل الخارق. رغم القوة التي أنعم الله بها عليه، إلا إنه لم يستغلها إلا في الخير. رجل وهبه الله قوة 30,000 رجل، وقوته تعادل 260 حصانا، ومع ذلك منحه الله عز وجل قلبا مليئا بالإيمان والتواضع، وأنعم عليه بحسن الخلق وضبط النفس. أهلا بك، وأهلا بالسيدة صباح زكي حرم الأستاذ السيد محمد، وأيضا بالسيدة رضا سيف وهي زوجته أيضا. أهلا بيكم. والله أسئلة كتير قوي يا عم سيد. في زوجتين مجوش فعلا زي ما قلتم، في واحدة في القاهرة وواحدة فين؟ في الصعيد. في الصعيد. والمدام مدام صباح ومدام رضا فين؟ في اسكندرية. موجودين في اسكندرية. هو القوة الخارقة أساسا ستك دي حاجة ربانية، يعني حاجة إلهية. الحمد لله. وأنا بحاول أداريها، ما بحبش يعني أظهرها قدام حد، بداريها عشان ما حدش يخاف مني، ما حدش يتعامل معايا إن أنا قوة وهو ما عندوش قوة. وطبعا قعدت عشت هناك أنا عشان معايا برضو تقريرات طبية تمنعني، ممنوع الشغل ولا قطاع عام ولا قطاع خاص، ممنوع أشتغل. ليه؟ ممنوع عشان القوة الخارقة دي. ستك أنت، أنا لو شغال مثلا شغال في شركة وأنا مثلا عندي القوة الخارقة، المدير يتعامل معايا إزاي؟ مش هيعرف يتعامل معايا طبعا. ده على افتراض ان انت راجل شرير مثلا هتضربه؟ القوة الخارقة تمنعني، ما ممكن اكون انا طيب، لكن ممكن اللي شغال معايا مش طيب. سافزني. ممكن. طبعا غلط، فانا هنا بقى ممنوع دلوقتي التقرير الطبي اللي معايا يمنعني ان انا ما اشتغلش. وممنوع تدخل حتى الاسم، اسم الشرطة ولا السجن. ولا السجن. ممنوع تدخل السجن. ودخلت مرة قبل كده؟ دخلت السجن انا، وطلعني الرئيس بقرار جمهوري طلعت للسجن. ودخلت ليه السجن يعني؟ عشان الجيش. كان ما دخلتش الجيش يعني. زي تهرب. تهرب عشان على حسب ما اخشش ما اعملش غلط. كنت خايف من الغلط يعني. يعني بالنسبه لموضوع الجواز يعني عشان نكون صرحه كده يعني احنا كلنا فاهمين، يعني انت عندك طاقه جنسيه او رغبه جنسيه قويه جدا، فلازم اجتماع جنسي يوماتي 15 مره بتقرير طبي كله. 15 مره اجتماع جنسي مع زوجاتك؟ ده كل يوم؟ كل يوم. ازاي يعني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. يعني هي حاجه كده رباني. حاجه طبعا ربانيه الحمد لله. حاجه رباني. طب وهم بقى يعني زوجاتك، هل ده شيء بالنسبه لهم يعني يعني بيقدروا يعني؟ طبعا انا معايا اربعه ست. معايا اربعه. امال انا اخد الاربعه ليه؟ ما اصل لو معايا واحده او اتنين مش هينفع. طب ممكن تسمح لي نتكلم شويه مدام صباح ماشي مدام رضا بقى؟ ماشي. اهلا بيكوا. اولا انتوا داخلين كده مبسوطين من بعض، مفيش مشاكل؟ مفيش ضرب؟ مفيش. موافقين على الوضع ده يعني؟ مفيش. الحمد لله. مين فينا يقدر على 35 عيل؟ ربنا يخليهم لك يعني يا رب. طب انا ده ربنا اللي عمل كده، انا هعمل ازاي؟ ربنا اللي عمل كده. انت صحيح ما بتنامش؟ ما بنامش. من يوم اتولدت. من يوم اتولدت؟ كنت بعدين انا والدي قوه خارقه، انا وارث من والدي يعني. تمام. انا والدي ده والدي كان انا 260 حصان، كان والدي 840 حصان. وانتوا بتقيسوا الاحصنه دي ازاي؟ انا طيب بتقيسها ازاي انت ان انت 260 حصان؟ في المستشفى سيادتك انا فعلا. طبعا كشفت، بياخدوا مني عينه من هنا وعينه من السلسله، من قوه البني ادم هنا وفي السلسله بتاعت ظهره. لان 260 حصان ده زي ما حاجه اسمها الحصان الميكانيكي سيادتك. الحصان الميكانيكي؟ مقياس قوه البني ادم كلها. بس البني ادم العادي ما يجيش ريحه حتى من حصان. يعني انا مثلا لو قست نفسي اطلع لي انا بتاع كام حصان؟ مفيش يا سياده، مفيش حاجه. اطلع لي ما تكملش حصان. مفيش ولا ما تكملش ولا بقى من السيد يا اخي. انت خليتنا نحزن على نفسنا يعني. انت عاوز مثلا تتعبتني نفسيا. لا يا فندم، هو انا اصل الحاجات دي خدتها من الدكتور الطبيب الكبير. سالته بقول له طب البني ادم العادي، قال لي ولا اي ريحه. مفيش ريحه. مفيش. لكن انت كقوه خارقه 200 الحصان الواحد ولا الهواء 360 راجل لياقه بدنيه كامله. يا الحصان الواحد 360 راجل لياقه بدنيه كامله، مش اللي عنده السكر ولا الضغط ولا اللي طبيعي، اللي هو عنده لياقته مظبوطه. يا الحصان الواحد. ما جربتش يا عم السيد مثلا لو اكيد جربت تشيل طوب كبير ضخم؟ طب اشيل طوب لمين؟
مين هيقول لي تعال اشتغل عندي شيل طوب هعمل بيه ايه؟ لا مش على الشغل عامة يعني. حاولت زي ما عرفت بتشيل عربية نقل مثلا؟ مثلا ان شاء الله بأمر الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. وعلى فكرة قالوا لنا ان انت رفضت تشيل عربية قبل ما تدخل عشان خفت لحسن يجي لك طاقة يعني فتكسر الاستوديو في شحنة. يعني الشحنة ديت يعني بتيجي لواحد ما دي ما اقدرش ابلوك نفسي بيها. ممكن احطم اللي قدامي كله. ازاي؟ ايه اللي بيحصل لك يعني؟ انا دي بصراحه انا ما فهمتهاش لما دنيا المراسله اللي كانت معاكو حكت لنا على الموضوع ده، انا ما فهمتش. هنا في احترامي ليكي، طالما انا زي الانسان العادي لما بيغضب بيبقى غير طبيعي. يعني هو عادي وبيغضب. يعني ما فيهوش عنده قوه خارقه وبيغضب، بص تلاقي ان هو غير طبيعي. ممكن يغلط في حد، ممكن يعمل اي حاجه. احنا بقى القوه دي لما بتيجي الشحنه بتاعتها فدي ما نقدرش نملك نفسنا. حتى من غير غضب، من غير اي مشاعر؟ لا ما هو لا ما انا كده خلاص بقى، هو اساسا ده عرق في الظهر كده رباني. هو ده انا حسيته لما مدي لك ايدي كده ان انت مضمش ما بتسلمش. لا ما ضمش ايديا، لانك لو ضميت ايديك ايه اللي هيحصل؟ لا مش هيكسر طبعا صبعك. هيكسر؟ لا وعلى ايه؟ ما احنا انت بتكسر الكوين عادي يعني. انا مثلا يا لا ما خليك، انا شايف كويس. على فكره عم سيد مسك الكوين اما مرتين كده، ودي عمله ثانيه. ايوه وبيعملها بعينيه. التنت بعينيك؟ بعينيا. وعادي ولا اتوجعت ولا حسيت؟ دي اقوى، دي اقوى حاجه بقى. دي انا ممكن يعني اسهل حاجه امسك قطر وما اعملش دي. دي اصعب من المسك القطر. مدام بقى عايزين مدام بس عايز اعرف الاكل بقى اللي بياكل ايه؟ بيقولوا ما بينامش. طب انتوا لما تحبوا تناموا هو يفضل صاحي وانتوا تخشوا؟ ما انا معايا اربعه بقى، دي تعبانه اروح للثانيه بقى. تبقى ما انا متجوز اربعه عشان كده. ما انا بوزع نفسي عليهم. تبدل كده طبعا. الضحايا الضحايا. مدام صباح، عم سيد بقى بياكل ايه؟ نظام اكله بياكل ايه؟ في حاجات معينه مثلا بياكلها، حاجات ما بيحبهاش، حاجات لازم ياكلها؟ ايوه هو طبعا بيحب اللحوم شويه. يعني الحاجات المسبكه لا، الدمعة كتيره لا، والسمنة البلد اشربها، والنية واللي هي النية اكلها. بتحس انها بتديك قوه اكتر او شيء؟ ولا لا لا الاكل هو البني ادم العادي اساسا ما يقدرش يشرب سمنه او ياكل ليه نيه. مظبوط. لو مش اكل ليه نيه يتعب، ممكن يموت فيها كمان. بس دي قوه مش اكل. قوه بتحس دي قوه. شرب السمنه ده قوه. عايز ارجع لموضوع المعاشره الزوجيه ده. تحت امرك. 15 مره في اليوم ان شاء الله؟ ان شاء الله. وعندك وقت ولا ايه؟ في وقت.